بعشرات الجنود والآليات العسكرية، اقتحم الاحتلال مخيم الأمعري وأطراف مدينة البيره. الجيش الإسرائيلي داهم عشرات المنازل وحقق ميدانيا مع عدد من الفلسطينيين وسط اندلاع اشتباكات مسلحة جاءت عنيفة، أسفرت عن استشهاد الفتى مصطفى أبو شلبك من سكان مخيم قلنديا. بحناجر غاضبة وعلى وقع الإضراب الشامل، شيع الفلسطينيون في مخيم قلنديا جثمان الشهيد أبو شلبك، مطالبين بالرد على الانتهاكات الإسرائيلية ورافعين شعارات التأييد لغزة. والله هاي يعني ضريبة الشعب الفلسطيني اللي بدفعها عن الأمة العربية والإسلامية، الحمد لله رب العالمين. طبعا هان قطرة في بحر بالنسبة للسير مع أخواننا في غزة يعني، والاحتلال عودنا على 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 هذا الشيء يعني. كل يوم احنا متعودين في الضفة الغربية يعني، هو قاعد بصعد في الأمور، واليوم كان اقتحام لمحيط مخيم الأمعري وغاد تصوب يعني ابن أخوي. شهيد يرفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 420 منذ الحرب على غزة، وكتب قصة فقدان ووداع جديدين. هي حرب إسرائيلية شاملة على الفلسطينيين أينما وجدوا، فبالتوازي مع المجازر المرتكبة في غزة يتساقط الشهداء في الضفة الغربية وتستمر الاقتحامات والاعتقالات والهدم، وفوق ذلك هجمات المستوطنين. رقعة تصعيد امتدت إلى مخيم نور شمس شرقية الكرم، إذ كان الجيش الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة على المخيم. الاحتلال اقتحم من عدة محاور المخيم برفقة جرافات عسكرية ودمر الطرق والبنية التحتية ونشر القناصة على سطوح البنايات، هجوم تصدت له المجموعات المسلحة بالعبوات والرصاص. الحرب ليس فقط في غزة، الحرب في كل أنحاء فلسطين من هذه المنظومة الصهيونية التي تريد قتل كل ما هو فلسطيني وهدم كل ما هو فلسطيني. الهدم أيضا في محافظاتنا، حيث العقاب الجماعي اللي بيواجهوا كل أبناء شعبنا في هدم منازلهم، ودائما يعني العقاب الجماعي هو سياسة هذا المحتل. تصعيد إسرائيلي ترافق مع حملات اعتقالات طالت ما لا يقل عن 55 فلسطينياً في عموم الضفة الغربية، وتفجير منزل الشهيد معاذ المصري في نابلس. إبراهيم خلف، تلتي عربي، مخيم قلنديا، شمالي القدس المحتلة.